شو بتحب تشرب؟ هات لي كاسة شاي. تكرم. بتروح على اليمين وبتكفي دغري. أول مرة بشوفه ما بعرفه. بتلاقيه هون قدامك، ماشي؟ ماشي فهمت. من جنب الجامع على اليمين بتلاقي هونيك في فرن كعك، من عنده لف على اليسار. فينا نفوت بالسيارة؟ طبعاً طبعاً، بتصفوا بالشارع. ماشي، شكراً كتير. رح أكتب لكم رقم تليفوني كمان. طيب يسلموا. مع السلامة، آسف ما قدرت ساعدكم بس إن شاء الله بتلاقوها. إن شاء الله، يلا بخاطر. مع السلامة. كيفك؟ منيح، وانت؟ منيح. شو بدهم هدول؟ سألوني عن واحد. هالولد وين شايفه؟ تعرفه، خليل طولم. ابنه لمدحت قتاش؟ ابن مرته. شو بده منك؟ وعن مين سألك؟ انت بتعرفها لليلى؟ اكيد بتعرفها، قال عم بسألك. هاي بنت حماها لليلى. خليل طوله شو دخله؟ مو خليل جوزها للبنت. يعني ليلى بتقرب له لمدحت قتاش، مو هيك؟ ايه بتنحسب هيك. وانت ليش عم تسأل؟ شبك عود؟ لازم نروح، تذكرت شغلي. يلا بخاطرك. الله معك. حبيبتي رح نزلك بموقف التاكسي لتروحي على البيت، ماشي؟ لا رايحة معك. يا ميرنا لا تزعجيني، لو سمحت ارجعي على البيت وريحي بالي. قلت لك لا، لا تزعل مني، ما بتركك لحالك، لازم اروح. خليل إذا بتريد. ليش لحتى تنقذوني؟ أنا بدي موت. يعني أنت حاسس بوضع ميؤوس منه؟ أنا منتهي وما عندي أمل، وإذا برجع على السجن أكيد ما رح استحمل الوضع. ممكن أقتل واحد أو اثنين أو بيقتلوني. ليش ساعدتوني يا دكتور؟ ساعدتوني لحتى موت. ليش ساعدتوني مشان يجي حدا ويقتلني؟ ما بيصير هيك، كل الناس من حقها انها تعيش. بس انا ماني انسان، والله جننوني. انا انتهيت. بس لحتى امسكن لهدولي، امسكوا لخليل. تعرفوا لخليل؟ لو ما كان طلع بوش ميرنا كنا متجوزين هلا، عايشين بسعادة حلوين. أكل بعقل حلاوة وسرق لي مرتي مني، رح موته. أنت هلا قبل كل شي فكر تتعافى تماما، وهذا هو المهم. رح تاخد أدويتك بانتظام حتى ترتاح أكثر، فهمت؟ اللي مصطفى لسه راسك عم يجعك؟ ليش أنا إلي راس؟ أساساً راسي مفصول عن جسمي. الوجع كله هون يا دكتور.